بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي بكم أعزائي الطلبة في الوحدة الثانية، الأمن الرقمي، الدرس الثالث، جدار النار فايروول والحسابات والأذونات الجزء الأول. تعلمنا في الدرس السابق ما يلي: أمن المعلومات وأهميته، ومثلث الحماية CIA، ومن ثم تحدثنا عن الجرائم الإلكترونية وخرق الحماية. ننتقل إلى أهداف درسنا لهذا اليوم. يتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن أولاً يعرف جدار النار، ثانياً يذكر أجيال جدر النار، ثالثاً يتحقق من جدار النار على جهاز الحاسوب، رابعاً يسمح للتطبيقات أو يمنعها من الاتصال بالشبكة بشكل يدوي، خامساً يضيف حساب مايكروسوفت إلى ويندوز، وسادساً وأخيراً يسجل الدخول إلى ويندوز باستخدام حساب مايكروسوفت الذي قام بإنشاؤه. نذكر عزيزي الطالب بأن درسنا لهذا اليوم متضمن في الكتاب من الصفحة 134 إلى الصفحة 143. أما عن مصطلحاتنا لهذا اليوم: Firewall جدار النار، Network Layer طبقة الشبكة، Control Panel لوحة التحكم، Turn On تشغيل، Allow السماح، Accept قبول. الهدف الأول: يعرف الطالب جدار النار Firewall. تخيل معي عزيزي الطالب حارس أمن على مؤسسة ما. ما هي مهمة هذا الحارس؟ تكمن وظيفة هذا الحارس في السماح لزوار معينين بالدخول إلى هذه المؤسسة، ومنع بعضهم من الدخول، وذلك بناء على مجموعة من الأوامر يتلقاها الحارس من هذه المؤسسة. يشبه دور جدار النار الفايروول على جهاز الحاسوب دور الحارس للمؤسسة، إذ أنه يعمل على حظر الاتصالات المشبوهة فينشئ حاجز أمان يفصل ويحمي جهاز الحاسوب أو الشبكة من الإنترنت. لاحظ معي عزيزي الطالب هذه الصورة وبالتحديد الفايروول أو جدار النار. يعمل الفايروول على إنشاء حاجز يفصل بين الشبكة المحلية وشبكة الإنترنت، ويتحكم بناء على هذه الصورة، أرجو ملاحظة الصورة، يتحكم بحركة نقل حزم البيانات الصادرة والواردة من الشبكة من خلال تحليلها وتحديد ما إذا كان ينبغي السماح لها بالمرور أم لا. إذن ما هو الفاير وول؟ ما هو الفاير وول بناء على ما تم شرحه؟ جدار النار أو الفاير وول هو عبارة عن برنامج أو جهاز، إذن إما أن يكون برنامجاً أو أن يكون جهازاً. إذن ما هو جدار النار؟ يستخدم جدار النار لأمان الشبكات، ويعتمد على التحكم في حركة نقل البيانات الصادرة والواردة من خلال تحليل حزم هذه البيانات وتحديد ما إذا كان ينبغي السماح لها بالمرور أم لا. الهدف الثاني: يذكر الطالب أجيال جدر النار. كما للويندوز أجيال، أي يوجد ويندوز قديم ويوجد ويندوز حديث جدا، أيضا يوجد لأجيال لجدار النار. يوجد ثلاثة أجيال لجدر النار، سوف نتعرف عليها تفصيليا الآن. الجيل الأول يعمل في طبقة الشبكة Network Layer،
ويعتمد في فحصه للحزم على المعلومات المحمولة ببروتوكول TCP/IP في الحزمة. يفحص كل حزمة على حدة للتأكد من مطابقتها لقواعد الأمان الخاصة بالشبكة، مثلاً السماح للحزم من بروتوكول معين بالمرور وحظر بقية الحزم، أو السماح للحزم القادمة من خادم معين بالمرور. الجيل الثاني يعمل أيضاً نفس الجيل الأول في طبقة الشبكة Network Layer، ويعتمد أيضاً كما في الجيل الأول في فحصه للحزم على المعلومات المحمولة ببروتوكول TCP/IP في الحزمة. يفحص مجموعة حزم، نرجو الانتباه، ويحتفظ بها في ذاكرة وسيطة لحين توفر معلومات كافية ليصدر حكم بشأنها، بحيث يكشف في الجدار عن نوع الحزمة. إذا كانت بداية اتصال فيتم فحصها، أما إذا كانت جزء من اتصال موجود فيتم تمريرها مباشرة، أما إذا كانت ليست جزء من أي اتصال فيتم فحصها أيضا. الجيل الثالث يعمل الجيل الثالث من جدر النار في طبقة التطبيقات Application Layer، وهي طبقة أعلى بكثير من طبقة الشبكة Network Layer. يعمل على فحص البيانات من خلال تصفية البروتوكولات عالية المستوى مثل FTP, DNS و HTTP. تتجاوز قدرة هذا الجيل فحص الحزم. لننتبه عزيزي الطالب، ليكتشف ماذا البرمجيات الضارة ويعمل على حظرها، ويرصد الاستخدام المشبوه لبروتوكولات الشبكة المختلفة وحظره. لنفهم معا بشكل أفضل مفهوم الطبقات، لنلاحظ الصورة التالية. إذن يعمل الجيل الأول والثاني في طبقة الشبكة Network، وهي الطبقة الثالثة. أما الجيل الثالث فيعمل في طبقة البرمجيات Application، وهي الطبقة السابعة. الهدف الثالث، يتحقق الطالب من تشغيل جدار الحماية أو جدار النار الفايروول على جهاز الحاسوب. نتبع الخطوات التالية: نضغط على ويندوز، ومن ثم نختار ويندوز سيستم، نضغط على الكنترول بانل، ومن ثم نضغط ويندوز ديفندر فايروول. إذا كان جدار النار لا يعمل، أي إذا كان كل شيء يظهر باللون الأخضر، هذا يعني أن جدار الحماية مفعلاً. إذا كان لا يعمل الآن، ما العمل؟ نضغط على Turn Windows Defender Firewall On or Off، ونضغط على Turn On Windows Defender Firewall For All Networks، تشغيل جدار النار لجميع الشبكات، ومن ثم نضغط OK. إذن من Windows System نختار Control Panel، ومن ثم نبحث عن Windows Defender Firewall. الآن إذا كان كل شيء يظهر باللون الأخضر، فهذا يعني أن جدار الحماية مفعلاً. إذا كان جدار النار لا يعمل، نضغط Turn Windows Defender Firewall On or Off، ومن ثم نضغط Turn On Windows Defender Firewall For All Network، تشغيل جدار النار لجميع الشبكات، ومن ثم نضغط OK. ننتقل الآن إلى التطبيق العملي للمهارة. نبحث عن Windows System.
نختار Control Panel. نغير طريقة العرض إلى Large Icons. نبحث عن Windows Defender Firewall. إذا كان كل شيء باللون الأخضر فهذا يعني أن جدار الحماية مفعلا، وإلا نضغط على Turn Windows Defender Firewall On or Off لتشغيل جدار النار، ونضغط Turn on Windows Defender Firewall For all networks تشغيل جدار النار لجميع الشبكات، ونضغط على OK. الهدف الرابع، يسمح الطالب لتطبيق ما بالاتصال بالإنترنت من خلال جدار الحماية. نضغط على أولاً Windows Defender Firewall. نختار Allow an app or feature through Windows Defender Firewall، أي السماح لتطبيق أو ميزة من خلال جدار النار في ويندوز. نحدد التطبيق الذي يسمح له بالوصول إلى الإنترنت. إذا لم يكن التطبيق مدرجاً في القائمة، نضغط على Allow another app، السماح لتطبيق آخر، ومن ثم أحدد البرنامج، ثم أضغط على Add. التطبيق العملي لهذه المهارة: Windows Defender Firewall Allow an app or feature through Windows Defender Firewall. نبحث عن التطبيق الذي يتطلب الوصول إلى الإنترنت ونسمح له بالوصول إلى الإنترنت، وهو Windows Media Player. إذا لم يكن التطبيق مدرجاً في القائمة، نضغط على Allow another app. نبحث عن التطبيق المراد إدراجه، نختار هذا التطبيق، نقوم بتحديده، ونضغط على Add. عزيزي الطالب، سوف أطرح عليك السؤال التالي، وانتبه جيدا: هل يوفر جدار النار حماية كافية ضد جميع تهديدات الإنترنت؟ الإجابة: لا يحمي جدار النار من الاحتيال الإلكتروني والإعلانات المنبثقة والبريد المزعج. إذن هذه هي بعض تهديدات الإنترنت التي لا يحمي جدار النار منها، هي بعضها وليس جميع هذه التهديدات. ننتقل إلى الهدف الخامس، يضيف الطالب حساباً أو حساب مايكروسوفت جديد. الآن، ما هي حسابات المستخدمين؟ لنتعرف على حسابات المستخدمين. أولاً، حساب المسؤول المدمج Built-in Administrator Account. حساب المستخدم مع امتيازات المسؤول User Account Administrator Privileges. حساب محلي Local Account وحساب مايكروسوفت. إذا سنعمل على الحساب الأخير وهو حساب مايكروسوفت بإضافة حساب جديد. عزيزي الطالب، أولاً يجب أن تعرف ما هو حساب مايكروسوفت. حساب مايكروسوفت هو حساب فردي مجاني يسمح لك بتسجيل الدخول إلى العديد من منتجات وخدمات مايكروسوفت، كما يمكنك باستخدام حساب مايكروسوفت تسجيل الدخول إلى حاسوب لم تقم بإعداد حساب مستخدم من قبل عليه. لإضافة هذا الحساب نتبع الخطوات التالية: من Start Settings Accounts Family and Other Users، نضغط على Add someone else to this PC، Next، ومن ثم Finish لنلاحظ إضافة الحساب الجديد. الهدف السادس،
يسجل الطالب الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت. الآن سوف نقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الذي أضفناه للتو. وللقيام بذلك يجب أولاً تسجيل الخروج من حساب المستخدم الخاص بك. إذا تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت الذي أضفته، أدخل كلمة المرور، انتظر لبضع ثواني، اختار إعدادات الخصوصية واضغط على Accept لتلاحظ التسجيل بالحساب الجديد. حل تدريبات الكتاب الصفحة 150. عرف جدار النار الفاير وول. هل تذكر عزيزي الطالب حارس المؤسسة؟ ما هي مهمة جدار النار الفاير وول على حاسوبك؟ إذا جدار النار الفاير وول هو برنامج أو جهاز يستخدم لأمان الشبكات، يعتمد على التحكم في حركة نقل البيانات، ويحدد إذا ما كان سيسمح لها بالمرور أم لا. قارن بين أجيال جدار النار الثلاثة. هل تذكر عزيزي الطالب كم جدار نار يوجد لدينا؟ كم جيل يوجد لدينا؟ نعم، ثلاثة أجيال، الجيل الأول والثاني والثالث. الآن نريد المقارنة بين هذه الأجيال من حيث أولاً الطبقة التي يعمل عليها والبروتوكولات التي يستخدمها وآلية العمل. الجيل الأول يعمل في طبقة الشبكات Network Layer، والجيل الثاني يعمل أيضاً في طبقة الشبكة Network Layer. أما الجيل الثالث فيعمل في مستوى أعلى في طبقة التطبيقات Application Layer. ما هي البروتوكولات التي يستخدمها كل جيل؟ الجيل الأول TCP/IP وأيضاً الجيل الثاني TCP/IP. أما الجيل الثالث فيعمل مع البروتوكولات عالية المستوى مثل FTP, DNS و HTTP. آلية العمل: يعمل الجيل الأول على فحص كل حزمة على حدة للتأكد من مطابقتها لقواعد الأمان الخاصة بالشبكة. ليأتي الجيل الثاني ويفحص مجموعة من الحزم ويحتفظ بها في ذاكرة وسيطة لحين توفر معلومات كافية ليصدر حكماً بشأنها، بحيث يكشف الجدار عن نوع الحزمة. ليأتي الجيل الثالث وتتجاوز قدرته فحص الحزم ليكتشف البرمجيات الضارة ويعمل على حظرها ويرصد الاستخدام المشبوه لبروتوكولات الشبكة المختلفة وحظره. ننتقل إلى النشاط التالي. أذكر ثلاثاً من التهديدات التي لا يحمي منها جدار النار. أنصحك عزيزي الطالب بإيقاف الفيديو والتفكير في ثلاث من التهديدات. أحسنت، هي الاحتيال الإلكتروني والإعلانات المنبثقة والبريد المزعج. وأخيراً، ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ تعريف جدار النار Firewall. أجيال جدر النار الثلاثة، التحقق من تشغيل جدار النار، والسماح لتطبيق ما بالاتصال بالإنترنت من خلال جدار النار، وإنشاء حساب مايكروسوفت جديد وتسجيل الدخول به. أتمنى أن أكون قد قدمت كل ما هو مفيد. شكرا جزيلا لكم.